نتواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا محبي هذه الرياضة انطلاقات هذا المهرجان الرمضاني الجميل. تنطلق في هذا الصباح الجميل سن الفطامين عاشر الأشواط، أعلنت بداية انطلاقته عاشر الأشواط. مشاهدينا متابعينا الكرام يحمل هذه الكوكبة من الجعدان ويتقدم مشاهدينا الأعزاء بهذا الكم الهائل هذا هو لعلي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. شاهين يتصدر الجعدان ويتقدمهن على مقدمة الشوط، بينما يلي في المركز الثاني ياتي في ثاني المراكز مشط مع الجعدان في شوطنا العاشر، مع الجعدان في آخر السيارات هذا الصباح. يا سلام يا سلام، بن طرشوم مع ملبي يقود المشاركين مشاهدينا الأعزاء ويتقدمهم يا سلام يا سلام. ولكن هناك من الجانب الآخر ياتينا غزيلان مشاهدينا الأعزاء، وعبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري هو اللي انطلق، ولكن هناك ميوس التبشو لسالم بن حميد عز الهجن وسالم بن حميد الراشدي ولكن وصل هناك مشاهدي الأعزاء، هناك سالم بن سلطان بن رشيد من الجانب الآخر من يقدم هذه النوعية الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، سيف بن يمعة بن خميس الغويس وصل، سيف بن يمعة بن خميس الغويس مع شاهين الله الأمتار الأخيرة يا الغويس، خلاص الأمتار الأخيرة والقادمون مشاهدي الأعزاء. يا سلام خالد بن لاحج الحلامي يا سلام، ولكن هناك شوف الأمتار الأخيرة بنشوف الله يا هذا ده لسالم بن علي بن سالم السبوسي انتزع في الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام، شباب الدار هو اللي ينطلق بالمركز الأول. المركز الثاني لمحمد بن قحيد المهيري وصل في المركز الثاني، أما المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث مشاهدي خالد بن لاحج الحلامي اللي في المركز الثالث، أما المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء عند لجنة خط النهاية كان شوط يا سلام منافسة والتحدي. شوف التجمع، شوف على شاشة التلفزيون عبر شاشة دبي ريسنج هناك اللي فاز بالمركز الأول اللي هو سيطر مشاهدينا متابعينا الكرام شاب نار اسمه اللي هو بالمركز الأول. تهانينا لمالك سالم بن علي بن سالم السبوسي بن الذيب السبوس هو هناك. عموما على كل حال تهانينا لمالك على حسب التدوين سالم بن علي بن سالم السبوسي بتوقيت زمني بنشوف على شاشة التلفزيون بهذا الأداء الجميل في هذا الشوط الرائع. قطع المسافة في 13 دقيقة 11 ثانية في 3 دقائق 11 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز، بينما المركز الثاني مياس اللي احتل المركز الأول لمحمد بن عتيج بالعرطي انتزع الناموس في هذا الشوط. 3 دقائق 11 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية للتصحيح، بينما المركز الثاني لمحمد بن قحيد المهيري 3 دقائق و11 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكه